واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أي مثلا ثذرث العبد نغ الحياة العبد ثبنا غفي هنا ذا شو تستوذرث ماذا قلنا ويسعر الإنسان يهنا أما ذكو خميس أما ذكوين يعني ذا خين المجتمع ذي لسا الإنسان سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى يستكلف سوان شتان ماذا قلنا لك راني سيكس أزديفك اللي هنا صغور سنسان وذي اللي غير غورس. ولكن ثذرث العبد على العموم ثبنا غف السلام كان يتمثل والسلام جعلت سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى تحيا من المسلم ذي الدنيث يقرد أفشو السلام بينكم دين الرسول صلى الله عليه وسلم وذي الآخرة يتسل ذوقين إذ تحيا من أهل الجنة يقرد سيد ربي سبحانه وتعالى قويس إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام تحيا سند السلام كان يتمثل السلام ذي اسم سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى من اسماء الله الحسنى ذي السلام يقرد السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. إذن اسمي سنسان ذا السلام انسى سيماني سيدي هنا واسمي دي خلق القاعين غاية مثل اخلق سيدي واش مسي دي خلق اخلق سيدي الى عفذيش باش هذا سي عمر اخلق سيدي الكوكال الكوكال نيم مبادي فكاد يعفذيش باش هذا يعمر كيني يقرد هو انشأكم من الارض واستعمركم فيها ويجعل الانسان ذا العمارة القاع ولكن يثمثل مثل يجعل ذا العمارة القاع اذا قد يلين الحاج المنهج يسري الحوم باش هذا يعمر القاع خطر العمارة حوج تموسنين ولكن ماذا قال ذي الجهل خلوه يخلوه والعمارة نري عمر الإنسان القاعي قلنا دار ديوي ثموسنين إذ وينك ندي خلقنا القاعة إذ نتكزرنا الصلاح سداشوث وإذ نتساني دي خلقنا العاف ذني نري عمر القاعة نتساني كزرنا المصلاح سداشوث وإذ نتساني دي فكان المنهج سري الحوم العاف ذني دي القاعة باش هذا سي عمر وإذ وقيد الإسلام يقارد ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنع يندف كذا زند أي إنسان عمرنا القاعيين أذريد يتسوي نقضية غير جنث ماشي ذينا دوض استنفسيتي كابن أدم خطرين دوض استنفسيتي كابن أدم سليل هاوينك حاش الخسارة غير يفع. إذن الإنسان إلى قناعة بلي يسعى منه جسر الحدي دون البشر دي فغيسيم بورثك شو ما كنت بورث تفغى دي ثو ذر ثنس أدي ثبع أذريد سيد ربي باش دي فغض قسيسيم أكان يتمثل والإنسان ملك اللي يثبع أذريد أجين السلام الوان دار ثيوي سيدي ربي غاسما داوود وسنينس ثيوي غال جنتيس قباله غيميك قاف دار السلام كيف مثلا اذا سيدي ربي غيسميس ذا السلام ويفكد الاسلام ذا السلام السين ذا اللام ذا الميم ذي هنا ذا السلامه ونادين بلي الاسلام ماشي ذا السلام والسين راه يفعض غير في الاسلام اما كان عندنا ثم ترزقت ما قدينا نلعب ثم ترزقت وتصمد راه خاطر فيفيز محسوب والسين هذا شي ما قارن تمت وسمات يزر تصيد ذينا ذي عقيب اللي تمت كان مثلا اذا الاسلام ذوقين انسى اسميس ذوايس ذا السلام وماذا قلنا يتبع العبد المنهجنا الاسلام ذوقين الدين سيدي ربي قرض ان الدين عند الله الاسلام اثيوي غير الرحمين سي الواسعه يمي قرض دار السلام كان يتمثل خزرت كان يغدي فكا الاسلام واش يغدي فكا واش يغدي فكا الدين يفكا يغد باش نعيش في سلام باش اذا نتهني يقرض طه ما انزلنا عليك القران لتشقى ود نزل غير فلك المنهج باش تسال الشقي نزل غير فلك باش هذا تستهني ذي ذرتنا ذي ذرتني باش نعقل باللي الانسان ماذا قال يتسلى ذي الهنين باش هذا سياف ماذا قلت ماشي ذا فريد سيدي ربي غادي يبوي من المستحيل السيدي فيك الشيم ناس سيدي فيك الدريا ناس سيدي فيك الصحه ناس سيدي فيك وين النظر الى قاد يزي غير سيدي ربي باش هذا ديوي الهنين كان غير مثلا والسلام نغي هنا تفدو دي ثواش ولتلعب باش نظر الاسلام اكتركيز غا فلهنا فلهنا لعب ذي مثلا باش يعني اذي عيش في طمئنان انت سيمانيش وباش اذي ليل الصلاح ذي القاعة خطر الدولة شي لهنو تسيل او تسيل على الصلاح لعب او تسيل على الخير والقاعة الحالة يقلن او تسيل على ذي قصر الصلاح اذن يفذا سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى السلام ذخن الخلية العائلية ذخي ثواش ولتلعب كيف مثلا يقرض وش بيحنن في صلى الله عليه وسلم إن خيركم خيركم لأهله
وأنا خيركم لأهلي. إلا ذي الخيار ذقون ذي الخيار ذقون غرث وشولتينس إلا ذي الكنو ذي الخيار ذقون غرث وشولتينس باش يعني أن ربي أخمن النغ في دين الإسلام أفريد نسيذ ربي أف المعرفة أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكني أتستنفع ديس كتين الوالدين وذي للصلاح ذخين المجتمع وتسلال الإنسان المسلم الحقيقي ذي المفسد وتسلال المسلم الحقيقي يتكوار وتفضل المسلم الحقيقي يتخان كيف مثلا؟ إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي ويقرد القواليس الرسول صلى الله عليه وسلم أي مثلا؟ إن كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول إن بركيس لثم بركيس دنوب إوين ريت جنت وشلت الصدع معنى هذا قيل أن فيه وشبيح صلى الله عليه وسلم مشي للمدان إمي مشي الضغو من سكسو ماذا قال نقوثي دي ورونا ولكن ماذا قال وسن تفهم ضرا افريد الدين وسن تفهم سيدي ربي وسن تفهم ضرا القران الكريم وسن تحفظ ضرا افريد القران الكريم يا قس عقيد بلي ضقعتنا بنادم. اذن كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول. الرسول صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم زرف كان مثلا الاحاديث مره غادي سركازن باش فيه هنا دخلت وشلتيس يقرب اتقوا الله اقوذوا السيد ربي تعذيم غير ورونون باش اتيلي لهنا غير ورونون وتيلال الحسد البغض ذ المحقران اريلين غير ورويك بنادم ما تعذيذ قارسين حاشا لهنا اريلين اكي غايت مثل باش انزر باللي الاسلام يركز ده في الخلية العائلية تم جواروثة ان بعد ذي ثواشولتينك ما يثيلي بخير لهنا نينك الا ما كنت دخلت واش قلتينك اتفغر برا اروان دار تفغ اتفغر جيرانينك اتفغر جارينك ودرسنا بفضل الله وبرحمته هذا نهضر في الاحسان الى الجار احسان الى الجار ذاشو القيمه غيك ساعه الجار ديال الاسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم يند من حديث ابي هريره رضي الله عنه يند من ياخذ عني هؤلاء الكلمات من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. قلت أنا يقول أبو هريرة رضي الله عنه أنا يا رسول الله الراوي الحديث يقول أنا يا رسول الله فأخذ بيدي وعد خمسا اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس واحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب لنفس وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت الخلق. يندو إنيس وريرف ذن في اللي خمسة الوصايا خمسة شخصية ثقيلة ثياوين أبو هريرة رضي الله عنه ينقص ذم زوري الناس ذنك يا رسول الله الناس أذي في سذي يخدم يست وتستعلم وانا لا يخدم يست خطر الإنسان إلى قمري اللي يحفظ كلام يسرع يون الآية ويسرع يون الحديث ويسرع العلم إلى قافي طبق ذي الواقع ماذا قال نقار أن خدم العكس وري لا قرا ماذا قال نضرب اللي ثكر رد جزار ذي حرام والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم نضرب اللي ذي حرام ولكن نسكر أنشتاق انظر بلي الرسول صلى الله عليه وسلم يوكذ غفيا خطر يزرى بلي ماشي ذي الظل فيه غير خاص ناخذ الشعائر الدينين الى غير سيدي ربي ولكن اين لند المحرمات تنوقع ديك الشد نتظلى نتزكي نتصوزو نتحجو ولكن ما يكتب الا نخدع حاشا قال يرحم سيدي ربي حاشا قال الا ما رحم ربي الكذب الخداع ثكر الخيانه ديال الميزان اللي كل حاجه كل شيء الا غير مثل وذن شتاق في ركز الرسول صلى الله عليه وسلم غفا نشتاق كان غير مثل ادي قار اتق المحارم تكون ابدا ادي قر وخر فينك حرم سيدي ربي قيك تعفض سيدي ربي اكثر قويض نظر ماشي اللي تصلي اللي تيجي تجمر تصلي اذا تعفض اتغيف ذاك الغاشي النظر ولكن ماذا قلت وخر ذي المحرمات خاطر كل الساقي غاساقي ذي الصلاه ذي شعائر الدين نخدمك شعائر الدين ولكن اود وينك وخر فينك حرم سيدي ربي برا نفغ ذي الجماع نسن الحلال ذي الحرام انا وخر فين لاندي حرام انثبع كان فريدي لاند الحلال انا عايش كان دوله عنيا سيدي ربي وينك حلكني كيف مثلا ينيس وخر وينك حرم سيدي ربي اتغلظ اتعرض سيدي ربي اكثر من الدين مره ينيس استقنع في السنه ينيس استقنع شوينك ديفك سيدي ربي ديفك سيدي ربي الغني غير دخ يقوينك ينيس تخدمض الحسن لجارينك تشري الدين مؤمن خزرت كان مثلا يقال واحسن الى جارك تكون مؤمنا حمل الى غيرك حمل الى غشي غينات حمل ايمانك اخياك ذي نسيم ينسو استقو ثلاثة سنة على خطر تقط الصف نقول اول اذا نكون يعني مثلا اذا نركز في الوصية في استياثة في دي قرصي ربي الخالق الرسول صلى الله عليه وسلم الى دو واحسن الى جارك تكون مؤمنا
أحسن إلى الإحسان إلى الجار وجد المؤمن خطر شو بدنا نعم في دنيا ذل هذور غف السلام خطر دخل توشلتينك مري للسلام إن بدت وزعف غف الجيرانينك أم كل الإنسان لا يسعري للمسالم عند الجارينس تسعد العلاقة العايد الجارينك وإنسان غادي يسعو العلاقة ذل الجار نظن العلاقة ذل الجار نظن كانك نعم كمل حش ما يغل المجتمع المسلم الحقيقي المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضهم بعض يغل المجتمع نظل للمجتمع يسوده ذش مري للداخلس أذي للهنا وما ذي قلنا للهنا قلنا داخل المجتمع نظ من كل معناه مدني غوي جم إذ أنا من كل يوم الذي يحمل الخير إيه مسين سيم أين يحمل إيمانيس وتصدر ضريون بشدة وضر من فعل الدنيا ذك حاسس سيد ربي فلس أكا ما يلين تحميض الغير إن كما كنت حميض إيمانيك أما كنت يقرر الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى أدي أدي شما قال ذي العيب ذي المجتمع المسلم الحقيقي نفي ديار رزق ذي نفي ديار رزق ذي القاع يقرر ولو إن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض أدي فتحسيد ربي الفركة جينا أدي فتحسيد ربي الفركة ذي القاع أكيد مثل إذن الإحسان إلى الجار يقر وحسن إلى جارك تكون مؤمنا معناها الإحسان إلى الجار وجد شرطنا الإيمان وجد شرطنا الإيمان يقرد الحديث نظن الرسول صلى الله عليه وسلم إن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره خذرت كان الحديث مزورون قد يقر الإحسان وجد شرطنا الإيمان ولكن الحديث وسين قد يقر وني ويوم ننصر باليوم الآخر أذي خدم الخير إلى جارنس أذي لين أذي حسب الجارنس أبو خامس ماشي ذا فراني غيث مثل إذن أنا عقيب اللي أنا ويد الجيرانين ذي الجيرانين باش أنا غادي نكشف ذي الموضوع عليا خزر علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقرض ماري يدان الشيخ زهنين ولا شي لو بارلو راكي صواد الصوت ولكن ددي سي يعرف ذي الصوت يتنحسب ذي الجارين عائشة رضي الله عنها وأرضها في قلد أزلنا 40 العباد 40 كخاما ذي كل جهة يعتبر ذي الجيرانين وقرنت باللي ذي كاذنين يا دمرير الصباح ذي الفجارة ماري يدانك الشيخ ثميين دار الفجر الصوت هنا الحير روح عند ذوي ذاك نيد الجارين ولكن الإمام القرطبي يجمد دقوان شتاجين الدرس تم سرتاجين أم كدينا إن ذويني إلا ذو الجارين كذ الملا سقر وخميه الحيض غ الحيض الحيض نش ذوينا نيد الجارين أكيا خطر شيء من دينا كوالجيم سيف كربير الرحمن العالم الجليل أكيا هذا خطر شتني ما في ذو الجار أكو ذو الجارين كذ يسقنا كنا غرور تسعد الإحسانية سكن تيق الحي أنت سمحت شو ما ذي سعوا وين يسقنا غرورس وإذن ما ذي يسق حاجة ما ذي قلنا حاجة ما ذي قلنا يقوم مران المجتمع كامل أكو أثيك شموين الهلم كل يوم ذي حمل أين العين الغريس كان يثمثن ثنيس عائشة رضي الله عنها غير رسول صلى الله عليه وسلم ثنيس رسول الله سام أين لس دقاق يوم لا تفكر ذي جيرانينو إناس ذوين متقرب ثبورثي صغار ثبورثي زرت كيف مثلا ونسنا ذا مرد نصوصنا فين الهن ذي الدين النغ أشميد نقوين الموضوع عاقنا عزيزنا نفسي ذي ربي الخالق سبحانه وتعالى ماذا قلت سعيد العلاقة العالية نفوذ مر بين كتدر الجاري نكي المجتمع مرة ذي قرز أكو على خطر القانون ماشي مطبق كان في الله مطبقك في الله مرة إذن كل يوم الذي سين الجاري سيدا شوف أذي سيخذ من الخير أذي سعو الإحسان الجاري سيد المجتمع ذي وغال المجتمع المسلم هذا يحمي سيدي ربي غدي يرزق قلنا غدي يرزق ذي القاع كان غير مثلا إذن فوينا كني دير سقنا كني غير وخميس أنا ويد الجار أنا ثلاثة للدقرين أري يسعون الجوار العبد إلا وين يسعان يون الحق إلا وين يسعان سين الحقوق إلا وين يسعان تياث الحقوق مرة سعود الجارين كماشي دين سيما إذا عذ مرة أكو أن سيدي روح وتسندرو كسينرو سعود أي علاقة دموية يدسنا الرحم يدس ولا إلا الذي نسيم سعود حق الجوار ذو الجارين يقص عقيد بالله وتصدقير ذرا مري لذا ماذا مسيحين غادي لذا ذا يهودين غادي لذا مجوسين أكن يفغوي لذا الجاريخ ولا قرد استفقض أتفقض في وسلقس إلا قص تخذ من ذا الخير أتعصد ثم شتحضر لما تسمى قرطة ترزو دار أرورس فلس الحقوق ينسو إلا قرد ذاك ذعان كيف مثل ما كان يخدموش في حنين فين صار وسمد نسدو غرغرس باش أسكن ذا الرحمة للإسلام يقوس يسين دشو الدين خطر ذي ذمن ذي زوران ذي صدقنو يا ذنسان يقوس هذه الشهر لا إله إلا محمد رسول الله قيك ثربح ذي آخر فيه إذن يون الحق والجار نظن والسين نظن يسعان سين الحقوق مريلين الجارك ذي نسيم مريلين صعيد الجارك ذي نسيم ذي يسع حق الجوار ويسع حق الإسلام إذن سين الحقوق إكسا كيف مثلا ولا وين يسعان تياث الحقوق مريلين وين كتين دك ذمنين كديرنا ذي الجارين إذن حق الجوار حق الإسلام وحق الرحم كيف مثلا
باش نزر نكوني ان في محمد صلى الله عليه وسلم يقول الدين الاسلام ذي العلم العبد ويفهم راه ونفهم راه كرام الذين هذا في السن ولا الشعوذه ذي الاسلام اش من يجن علاقه الرحم يجت تنقاروث الجوار ذا مزوارون من بعد الاسلام ذو السن بعد حق الرحم ذو السن ذو السياسه على خاطر ذاك باش تسيلار العنصريه ذكر العباد يا العباد اكد نروح هذا كنت ما قاير لا كاديدو تيتي كويثي لان وكيم يروح دي ثمرتين انا نروح دي ثمرتين يشهد لا اله الا الله محمد رسول الله ذيك مثلا انما المؤمنون اخوه كان مثلا اذا حقنا الرحم يرث ذي الطرف نكوني ذكويكيد ايد ذي الجهل كصواد غروايا قال الرسول صلى الله عليه وسلم يسميس دعوه الجاهليه وتزمر انا تفضل هذه اللي كما كذا منيك غير المسلم تفضل افيني لان دينسيم دينسيم وتزرف بلي الخلق نفس الخلق الاسلاميه تسميين بك شي صغار الجماعه صح تفضل في الناس كان مثلا ولكن العبد ذين كني ذين نزر ذي العصر العصر نغسقي جبذن أتصغر وانشتا وذن شتاقي دي قوين البعيد غنجر بيج المؤمنين أين ندير دخل المجتمع خطر سيدي ربي القانوني سيناد ذاك انت ميحمي ما فعل جلاو خير الأعمال ذا شوث أن تحب في الله وتبغض في الله أتحمي ضاف سيدي ربي أتكار أتبغض ضاف سيدي ربي ولكن كشيني ماذا قال القانون قد جد يطفن ذا سنكيني خاطر إلا قيت شيء ذا قدام نيو نغذي اللي مستدرتي ونغذي اللي مستدرتي ونغذي اللي وما كان ما كان خارنا كنا سيد ربي تغذى في حي دقون شتنا إني صافي المشي الميزان الميزان إنه يتبغى إذا بغض تبقى إني سك أو نزرع ذخين العلاقة إني يتحسب ما كان كون وين أو نزرع السم الزدقي سبحان الله أثنى قريت نقول سيد القبيل أكن ميزدقي نمي هيك أي خطر يقوى الجهل قالنا وننو من الأشياء وإن شتجر حال ما حاكم هذا زر دش الله يضرون قال قال وث مثلا قال ضويان قال فبس دمي ساتم قبيل ذين قبل لك العقل كرث ويض إث مثلا إن ديون إن ذي كمان بفسو يماس إن ديشكش من يهيك ديشكش من وارا سيكش من الطنسيون إيش يسكش من الهلك يقول إيش يسكش من مرة يقول لي العبد إنا دار إنا دار مغار كخاميو إنا دار ذميس بالذات ذميس إثنين غانش تفقيعات أنا من أي قلم من شو نشتقي ولكن ماذا قلت سعد ميكسكش من داس القرآن الكريم ذم زوارو غاد أخوي أوكيت الجرارة ما دي مكتي وقضى ربك ألا تعبدوا إلى إياه وبالوالدين إحسانا أوكيت الجرارة ذي المحل أتشل النفعيس والمجتمع كي صوض الرحمة قطر ذي استنفعيس أذي قوت سيدي ربي ذي كذي قوت سيدي ربي ذي المجتمع سيك ميس أكن يثبتن سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى يقرد قويس عزيز وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا ذي سورة النساء هذه قار سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى أسخدم ذلك الشريك سيدي ربي على خطرك يا عفارة إن الله لا يغفر أن يشرك به ما خنضص شريكك يا عفارة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من بعد الدو سيدي ربي ذي الولد نيكي قلان وإلى قال العبد الإنسان ذي يعبد ستوذا ثينس ذي الولد نيس أرث فيرو عروريس أماكن خدم من كلا ذي العصر نغم القرية لا الفهم ولاش مري للإنسان يسعى كذا وكذا ذي القرية طول العمر كامل ولكن دي عدي بباسس دي سيول هذي خم كان كصوذا ذي سيسي لا بيرنغس دي الرجتي على خطر أيو عارس يا ريفافاس أهل ترى ذي القرية ثقيا أهل ترى ذي فهم ثقيا إذا قنع عقية كان يثمت ثوذا ثينك أتسند الفركة غال والديني ما يعجبك تسعد ثوذا ثين لهان الفركة غال والديني دو سيدي ربي إلا أشي من نجعل الدواس خطر ما تعصد الودينيك تعصد سيدي ربي كيف مثلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا يقرن بعد يتكمل سيدي ربي الجيران الجوار حسن الجوار مثلا انسين الا الجار ذي القربى كيتسين غير طرفك الا الجار الجنوب بعد يروح انسين يظن خطر مري اللي يجمعك ذين سيام يجمعك ذين سيام إلى قد حميض وتسعوا ذلك رأينا العصب يعني روينا نظن الرسول صلى الله عليه وسلم يقرد سلمان الفارسي دروح دي ثمورثنا الفورسة البارس دي ثمورثنا الفورسة دروح إنه سلمان منا أهل البيت إنه دوقيق بخامي وقيق ذمني ودينا الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن أبو لهب إلانا كنت ذمني صد الصح ذو مسم بابس إنه سيصلى نار ذات لهب كان غير مثلا باش انا عقيب لي سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى يخدم مغدي قوانين مشارن تهني مشارن في من غير مثلا اقار والصاحب بالجنب مريلا الانسان اذيلا ولوذ في السفر قوياج مالي الديون يديك يتنحسب ما كنا تصعود المعامله السمكن ديال الجارين سبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم مكيد يقار من حديث أبي الشريح العدوي يند من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه وإن يؤمن صرب بين يوم يوم الآخر إلى قطعة أتكرمض الجارين كيف مثلا نكون نساقين أن ما قيد
ناسي إلى عبد كاد تسالوت الجماعة خدم باش ينونو فثو مازالو إلا ران إن دا سغل جرقينو إثلا إن بعد نغس تزمر ضغطي داوي ماذا كربينة ولا ما تسمي يعين كيس ولكن ما يدقض الجمعة دي سيني سن قمنا صفة مزوارو دي الجماعة أكيد مثلا إذن أنظر باللي الجهل تصيك خدمي إكسر وثيقنا اتقي المحارم تكون أعبد الناس وخرفينك حرم سيدي ربي لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث نكثل تيامه جوز أنا سقم ضغط الشيعي ضارة إذا ما كنسيم وخاصة الجارين كيف مثل إذا سكر من الجارين الرسول صلى الله عليه وسلم يقرد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه إند ما يزال جبريل لا يزال جبريل يوصيني على الجار حتى ظننت أنه سيورثه إند ما زريد يتوصينها في الجاري ورمي جاره أسيخدم أمكن دي الميراثة ذي ورث الجنة نقول ده لا سنغال جيراننا بعد سيدي ربي سبحانه وتعالى ذي موينا ذي الوالدينا إلى الجاري الجاري أولا أخاميك ذا مزوالو بعد الجاري أتستعلم ذا أخاميك الدين سيدي ربي باش أفقدر الجيران سن فقدر لي موينا سن وفقدر الجيران سن بعد كشينا أسن تفكذا زالي الجيرانين أي خطر الجنة كتنغال غرسن أدن سدو غار غرس أكيد مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم يقرد من حديث أبي شريح الخزاعي إند من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره وإن يوم ننصر باليوم الآخر يند أذي يخدم الإحسان إلى الجارين كيف مثل إذن الإحسان إلى الجار يتكي الذخر الإيمان ماذا قل الذي كشين تسكر هذا دون ذي الجارين أتخرض أتخذ أتشكد فض أتشدثيست أتضرض أتذوض وتتجبر بخير أذا هذه قلعة خميسة فعلى جارك يرول هذه الدمينة جنة فعلى جارك يرول الظل نقيم كيف خطر سيد ربي قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره الإحسان إلى الجار ذي الشرط من الإيمان أزكى أذم قذين الزات سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم دي قال يا نساء المسلم ثيوين ثيمثين ثيستمثين أتدي توصن في محمد صلى الله عليه وسلم دي قال يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات مثل قال ثيوين خمسة سيد ربي القوان جوجل رست باش كل يوتاتي سين تجارتين وذ قرار الهدي انا استفك ولو كان ذي اذيل ذي عين سول ذي غسني ذي خف اما ذاك في كيضاس ذين الا ذين ساعد كان غير ورك في كيضاس وشي دار بذاك يحسب ماشي داك الا داخل خطري هذا الاحسان الى الجار ذو كان الشرط الايمان مثلا ما قيت الحقوق اسني في كسي في ربي سبحانه وتعالى الجار مثلا ما ذاك لا ذين من زمر نكوني غادي يخدم الانسان على وجه الارض مهما كان في الثقافه العبد مهما كان في قضاك يقر حقوق الانسان مهما كان اكن اين يفغون يخمي في القانون ولكن خزات الحقوق ام كي غادي يوصل سيدي ربي في الجار مثلا إنيك ماذا قلنا يضيفك إذا قال معاونا الجاريك إذا قد تعاونه ماذا قلنا يضيفك إذا باش يعني أذا استرضر إذا قد استرضر ماذا قلنا يخص ذكرا أترزوه في الناس ماذا قلنا يحييك إذا قد تجرد ماذا قلنا إذا يموت أتتبع ولو ذي الموت خلاص يروح أتتبع ذا الجنازين ماذا قلنا يغريد في الناس دين العاين يرفح يفاثة تروح ذا تصفر حضيذس وماذا قلنا يلك الإثصاف وين المصيبة أتروح ذا تعزيض واتي لذغر طرفي سلسلة كسوفي أستقصد الخيق قرد الرسول صلى الله عليه وسلم كدينا إن دولو ذي البنيات في نوض النيقو خميسة أسقراض أبحرين أسقراض طيج إنك حشم هذا قلس الإذن نس سبحان الله ما قيت كان يثمثن الدين عزيز أم يعني أغدس وصين يثمثن إن الرسول صلى الله عليه وسلم دي قال ماذا قلت قلت الفاكية غارو خاميك إنك إذا قد استهدو ذي الجارين أخطروا يزمر ديوي ولكن ماذا قلت كتشيني ثقلت سيدة إنك أسف كذرا وكي صورة الوقت باش أسف كذوين دقوذنا لسبب من الأسباب إنك إذا قد استكشن غارو خاميك سوفرا يعني غار كذا تسف كذا ميكا تسوف غار برا باش هذا تزر ميس بعد أثي غير حي ذا شويش ميرا ستيديوي من بعد ذا أمكا في فمسات خزر ثيث مثلا أشبح ننفين صلى الله عليه وسلم إنك غورك أني ذا غورك أني ذا إفتصوضا إرقن أشقينك ذاقي قخاميك وسلاح قذران الجرنينك على خطر أزميرا أزميرا ديوان إلا كنت شراك سبحان الخالق يعني نكوني الجدود نغيم جورا الجدود نفاثني تخدمنا كون اشتاقينا مثلا غسل القرية ذي الوقت نين خوص ولكن الفهم يسمار زندر بيدا سميري السقي القرية ثلا ولكن العادة فقدون دركة خوص تطاس قرد يون يند نسوية كذلك فراغ يند يون الحظ البريك كان يقلان قريد الجاريو
يقول يا عبد النين إن هذا العمر دي قوي إن دي ليون العبدي لأن فين الحظ مكان إن دوت شوية راه يحمل دي فغية طجة في قيم دينا يقول إن هذا العمر تفيق نيرا قن قم كان يجين شوية كنا وثقوا ضال الحقي سرد نسي ذم زواره خذ زرت كنيث مثل أكيد نقارن كوني دخان يميين دخان يميين ولا تشويث 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 مدن مرة ما تش ما جيت تشويث بافيس كان أكيد مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم يتوصي غف الجار ويفذن تسي منس يطبق غف يمنس نسي مية قد ذريد ذي القدوة الحسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ما قيت مشي خدم الرسول صلى الله عليه وسلم يسعى الجارين شدو ذي ليش يزد خدم الجارين يسلسو يصدر صدر زاته وخامس وقت قمينا ذي سرس ذي سرس صدر داخل الخامس لو كان يقدر يسرسي أثيدنا ذيذ أثيدنا ذي شو ميكروسكوب هذا ذي ذي في سني وانا تسخن هذا لونكيت أتبشر طويضة على الحبس ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أدي سرسي أزدي سرسي الصدر زاد وخميس مدي كلفي ديفذ ذي سوف ولكن يقوس قصنا ربي قضي ديفذ ديو فرار الصدر نذخي وخميس رح يروه ذيني خطر ذي يهودي يفذد يروح الغرس إنيس ذعني ذي كذ إلى هيك يون إنيس شيء معي لو كنينا إنيس خطر إنيس سرسي الدر صدر زاد وخميس وتكسر إنيس سجود في غرام إنيس جار ذي هيك ذي كذ يقول إنيس ركش إنيس أرض سحرك شرد النبي أرك شرد الرسول إنيس أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله كان غيث مثلا عبد الله بن عمر رضي الله عنه مري عيز يوم يخف أسيني مثل ذام ذي الجار النغا يهودي مفذوث خزرت كان لحق الجوارك سعام أولي اللي ذي نسيمو أولي اللي سيرياس أولي اللي كرام ولكن حق الجوارك إنيس فذوث فذوث ذي الجار النغا يهودي إنيس سيغا سينفين وشبيح صلى الله عليه وسلم دينان ما زال جبريل يوصيني على الجار حتى ظننت أنه سيورثه كان غيث مثلا يقرد الرسول صلى الله عليه وسلم إن دمي فغي السيد ربي الخير العبد إذا أراد الله بعبده خيرا عسله قيل وما عسله يا رسول الله قال جعله محببا إلى جيرانه سبحان الله إنك يحببه إلى جيرانه معناه إنش ما يقلي فغي السيد ربي الخير إنك أكي ضيو ثمت ما نسمك ليش ثم ترى شيء ضيو يا رسول الله إنس أثي جعل محبوب غل جيراني الجيرانيس مخزر فيه مثلا نكون ما لنفرد قخام النغو يا شغال ترى سنذن في لغل جيراننا ترى تسرون في لغل جيراننا نسقسي الجيران النغذة شي تخمي من فلانا ماذا قلنا مرة الجيران النغذة حسنا غذي المؤمنين حسنا غجع يا رب إن شاء الله ذي مؤمنين يتمثل أهدرنا حشان غيني إلهان شهد في الله سي خير والسيد ربي سبحانه وتعالى ذي سبع سماوات ذي شهد في الله ذي شهد في الله سي خير إنيس الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري إنيس يا أبا ذر إذا طبخت مرقا فاكثر ماءها وتعاهد جيرانك إنيس ما فخم ذي مرقان المرقى ما تسقى ذي مرقى إنس تقثى سمان إنس تفكسني الجيران ظلت وش بيحنا نفيا صلى الله عليه وسلم يقول إنس والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن يقول إنس ما يؤمن أني ويا رسول الله إنس من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم إنس وين كان ريت صندق دقيضة عبوذيش يتشور يروى إن باد الجار إنس إقيمكني رزي أنا يعرميس سبحان الله أكيد مثل قال ترى إلا نطفذي العادة ثقين كنيا القرآن تفضل العادة ودنا قانون زميران جينا أما كان من القرآن جينيراليزي خاطي المهم إن شاء الله وتفكنا راه إن شاء الله أنت عن هذا غر غورس ما نظر يخدم الفعيل الخيري وأنت عن هذا غر غورس أنت عن هذا تناوض أنت عن هذا غر غورس ولكن لا غير مثلا أنت أنت سفارة تصل الجيران عادين جو جرسن أنت سفارة تصل الجيران سقسين غاف الفقراء مش شرع بوضيش وتش مقيرة الجارنينز الجارنينز أنت مقيم ماركانتين نقولها أنا ذا الجيران الجيران إيش حال يفناني الفقراء خامن سن إيش حال ميخذ من الكارلجي خامن سن شحال مسقفني خامن سن شحال تقول لك ديك سن الفقراء الفقراء ذي البلاني كي تعيش هناك كان غير مثلا ولكن يمت شويه لان الفقراء يغيس ندي هي الى قلع عقلك لو كانت سن اتسنا ذير الديابات الكوليسترول اللي تريغليسيريد لا غوت لي مالادي قرص لي مالادي ميتابوليك في كاين لو كانت سن ذير تفض اكثر من 85 الى 90% تفض حاجه ماركانتين 90 الموحل تفض راه الفقراء انشتاكي نقول سيدي كان على خاطر نتشان الى الفقراء وين نشد فلس كان يث مثلا يقع عقيب باللي ماذا قلت وغيض استجوار في الجارين كي لقات عقرب باللي يعقد الرسول صلى الله عليه وسلم ذيك ام كي يقار واش في صلى الله عليه وسلم انك اللهم اني اعوذ بك من جار السوء اعوذ بك من جار اعوذ بالله يعقد سيدي ربي الجار السوء أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة فإن دار البادية يتحول دار الباد دار المقامة ذندت الزغر وتحرك ذرع ذا المقامة لا رجي دونسين كندت سيض إنك أعوذ بالله تشعوغ الجاري الجاري وذيريث قم كان قند الزغر خطر الجار البادية ذا مكان الزغر نسوق ذون إنك ذينا يقوى سذي سوق ذون إسكان ذي يرفض أقضون سذي روح وينرسى هذا المشكلة لأن غاس ذيريث إسكان ذي يرفض الخشيش ولكن ماذا قلت ساعات قم كان يتمزدوف إنك أعوذ بالله سبحان الله ولكن ماذا قلت
فياد سيدي ربي بافيس الى قد يعقل راسي صبر خاطر امكاني صغر سيدي ربي ايه كان يقرد عقبه ابن عامر رضي الله عنه ان تشين الخصومه غري لنزفر بنزك يوم القيامه ذي الجيران ذي الجيران جوكرس الخصومه غري غير فري حكم سيدي ربي ذي الجيران خطر ذا شي سخم ذي الجارك الخير ازكا اكيسيك ازك يوم القيامه هذه للجارين كذا الفقير ازكا تستنفع ذي يوم القيامه نستخدم من مره اوك اسنين سيدي ربي الفقراء اسنينك اكرت الفقراء انو للمحاسبه اسنين سيدي ربي شغل في كذا تحاسب فلاس اسنين تسحون في كغرى يدخلوا الجنه بغير حساب اكشم ذي الجنه بغير حساب ولكن الفقير نقول شو اسنين سيدي ربي زمي غادر حال الجنه اسكشم ذا الجنه تجغوي هنا يتقمني السي مره اذا الحياه يوم مره يتقمني السي وري يجي الصبح وري يجي العشاء اسنين تفسف وسوي ذيك الجنه اهل طار استنفاس الفقراء نغايه الرسول صلى الله عليه وسلم إن يقرد إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم الرزق اللي إغدي تصبون ذا النصر إغدي في كسيد ربي ذا الفقراء النغيث مثلا يفخذ في كسيد ربي الخالق سبحانه وتعالى يقرد عبد الله بن عمر رضي الله عنه إن كم من جار متعلق بجاره شحال يقول الجاري تعلق عند الجاري يوم القيامة أثي الطف أذا سيني يا ربي هذا أغلق بابه دوني إذا كسيني السيد ربي وقيا فكذا كذا فكدي الخير اسمرا يفرمي تثبوثني في الليل ويدي الحيقة ذقينك نيغ إيزد في كذا كنيا من عيد المعروف من عيد الخير ذا شال السيارس الجواب ذا فيس سيني غضي سيد ربي ويدي كفرة نسي زراء سيد ربي ولا ذا شي يدي فكا أكنا يتمثل إذا الإنسان أذي سعو الإحسان إلى الجار لا خارث النغة سنغال جيراننا ماذا قلنا نخذ مسن الخير نسعى الإحسان دل جيراننا سيد ربي غذا غير رحم ذا يفيد دن في ذا فيش في دي صوصا نشتقي وش في حصل الله عليه وسلم باش أذي للمجتمع المسلم أن ميحمي مرة أن أذي مرة أن معاون مرة من كل يوم أذي الشكريون من كل يوم لح الدرر ذقيون أكني غزيت ثم عيش تيث مثل ذندث للمحي بذ المودة إنما المؤمنون إخوة شو نشتقي غزيت ثم عيش وذي قفي دي تشوكيد تفدو دائما ذي الجيران يسين الجيران ماذا قلت عدي ذي الجارينك وانت سالي سعى الجارنين سندن ذي الهيدس وإذن المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضهم بعضا باش أذي انتشر الخير الضخي للمجتمع يتمثل استهذوذ أدي نظم ذا شو أمكاري للإحسان ينغى الجارينو استهذوذ قوين تسعيد استهذوذ دي الخير استفكر باش تسير قذوريس باش ذيك حمي عبد الله بن المبارك رضي الله عنه مرة يروح على السوق مرة دي يأخذون وخميس أزدي حيز الجارينس دخل يضل الله وحدس أدي زوير غير وصد استفك أذي كمي غير وخميس إثلاس يا رضي ربي أي مثلا أبو كدي قارئ الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إن اسمه ذا قلت خمض دي مرقص تقف سمان تلحق الجيران كيف مثلا لكن سيقار عبد الله بن عمر رضي الله عنه إن سفذوث ذي الجار النغ أي يهودي أتسلم فلاس ما دي فقط زواريث وليس من غفيض كان يث مثلا أنت ما قيس سجلا لا يفد وتسميعين لر عشرات السنين عشرين تيثين سنة ذي الجيران وتسميعين ذي ضويان وتسميعين لر كذا وكذا لسنة وتسميعين لر أفدوني ثمرة أموث المرة محاسب نكزة ضربة جنك القصور نيون جنك الشين في النغنا كن أكوين في النغنا كن مرة جنت قلنا بحنا قش بحان يسن بعد ذم خصا من غصي ذرب الخرف كل شيء يقوى ربي كل من عليها فان ويبقى وجه ربي كذو الجلال والإكرام كان يث مثلا إذا أتفذوث السلام ماشي تهودي تثقيض ماذا قلنا تفذوث شنو يفذون العبدني ذي السلام مكتي ديال راه الجار الاجر نيك ساكني اكذ الاجر كك دوكيني سي لاثني داويض ولكن العزه ذي الكرامه ما يفكيك شي تسيد ربي وتتحل لي ضرر سل جهادك وتتحل لي ضرر سل النقمه ماذا قلنا 15 تاريخ ما ضريتي مي كارهيكي وانت كارتوي ذيك شنو لا يقرا عاقب اخاك بالاحسان ما كيخدم يون الشر خدمه الاحسان شويه كي صارت عاقب اهك شنو ماذا كراس تشوف دوضين نديري يون ما استنادوا كثير تفاضك فشي واحد محقق من بعد انت غدي تي حق ثقويني لهن اثروا حق ضاري مالك ماشي ذي ذا مالك يزغن اتحق ضاري مالك اتخصو ذي ما تسمق ضاري مالك ذي المرين استنادوا كذي يا ريال سبحان الله اكن ايت مثل يقرد الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان الجنه يسعى 8 ثبوره اكثر تمس تمس 9 7 ثبوره ولكن الجنه تسعى 8 ثبوره ان تسلي غواس الخميس غواس الاثنين ان ذا يعفو سيدي ربي يخرج ويلو نخدم راه غنشري كسيدي ربي ولكن شي النساء انا كنشحن ذكو كراسن اسنين سيدي ربي واذا غنفتسنا اسماء فرون ذن الهيد ذنوب نسن اسماء فرون ما السعي قلتي خرتسن خسرت كنيت مثلا هذا نجر بيجي يوم منين نيت مثلا ماذا قال اذا يعرضك الجارينك تروح تغر غرس ها من دعي الى وليمه فليجب ماذا قال يعرضك اذا قد تروح تغر غرس اذا تشفر حظ اتزوير اتزوير ديس للاسف اما كنت نقرا كنت الجهل غير خدمنا كان تصح ظهر يوان تصفض ماشي الجاري صار تصفض داخل كخام تصفض يسوي دوك يزورني يروح عند مره كامل الجاري كنت الجارني تصفض هذا وتصفض هذا
ذاكين ذا الجهه اللي خدمنا كانوا كرهيث ربي ونشتاقيا اي ما يرغيش وخاميون ترى ماشي الجارينكا ديال الزينه غورك ما تعقض ماشي الجارينكا ديال الزينه غورك ما دير روحك يماك نغوينك نتحسب دك ذا منين دير روح طن كيلومتر كي ديال ثغيت شرقيث ثغيت دبل كان ولكن الجارينك ما تعقض تعقض اذا نسني الجاري والجاري وما كنخدمنا للاسف السلف الصالح دير روح ذويت 60 دك ذا منين صدر حنا دار زون غورس اثيدي تفار غورس سيني وكيد الجاري واي وكيد الجاري خاطر ذواكي غرياف هكا الله اكبر الله بارك الله فيك الله اكبر الله اكبر كان مثلا اذا الانسان هذه يعقيب اللي الجاري اذا مجوارو راه تكلاس ضيف مثلا كفوا الاذى وتسدوا ضرر الجاري واذا قال تذوذ والسكر هذا للحياه شو قال على خميس خطر شو شي سافر سي زمر انسان تسوي البعيد غنجر بيجي منين ندير ديال الجاري ندريه ويسار الدرير هذه قيعه خميسه فعلي جرك اكيد تسقواد مدي فوق هذه البوزه هذه تسرقيه مي تويضه في فياقي هذه تما قال البعيد عن جربين جي المؤمنين يقدر الرسول صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن نسي رسول الله عليه وخاب وخسر اني هو بقي ينيش من لا يأمن جاره بوائقه ينيش من كنه ويضمن الذي كثي تصوذر الضري اسيو وثيو ذالا ما سنونا في يدو كان كيك ستفتع بوتس دي لكم شام ذا شا دي فرانس غورس وينا البعيد عن جربين جي المؤمنين اين تسار جنود عيثرة سبحان الله يقدر الرسول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره ونايم من الصرب بين اليوم الاخر ويتسادر عن الجارين ودرند يوتم غير ثغر الرسول صلى الله عليه وسلم تصوم ذقاس تزال ذقيض وتحبس راه عام 12 شهر ناس ولكن رسول الله الجيران الناس تجاره في ذي هنا ذا شو غيسينا الناس تندي جهنم البعيد غنجر بيجي مؤمنين كراث الزام يروح كراث الزول اللي يروح على خاطر تسادوا الجيران الناس عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرد من حق الجار حق الجار اينك دفك سيدي ربي ذي الخير ازت فتحظ الرداء إنك أزفت حباب ريد غرغورك أذي تشدي سود قوينك يفتح سيدي ربي سبحانه وتعالى ونكون ينضح وشي ميكي قاري ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه ما تبخل تبخل غفي مانيك كشينا هذا استيحقظ شوية الجرنين ولكن سيدي ربي قد يسمير ذا سميري إني سعد بن عبادة رضي الله عنه إقذعوا إني سيدي ربي ويتكسر غين سنوما أكنو تكسغار غين ويذمي سنوما ربي ويتكسر غين سنوما ويتكسر غين سنوما أكنو تكسغار غين ويذمي سنوما أمك ما تسنى مضي الفقراء ذي المساكين دي الجيرانين سيدي ربي أقدي أقدي سياحة قراء أقدي يسمير بغير حجاب الله أكبر كان غير مثلا إنك إذن أتمنى عذارة ذي المعروف أسفك الذقوين تساد إنك أتساد ذارة سبحان الله يروح ديوان غير الرسول صلى الله عليه وسلم إنيس رسول الله إنيس الجاري إنيس الجاري ويتاذ ويام يروح إنيس صفر إن بعد عودوا وسمرتين إنيس صفر إن بعد عودوا وسمرتين ذا شي سينا إنيس كشر قشيكر في ذي تروح ذار وفريد ان بعد يروح على الوفريد يقول لك شي صار الوفريد وين دا دنس دا شي كيدير شوف غن اشيني شوف غير الجاري ويتساذويا اذكم اسات سن عيني غاشي لعنه الله عليه سن عين يروح دوار كازني الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله سن عيني غاشي انس انس وين دا دنس ين عين انس ناي كربي وقضيك عيني غاشي انس وصل هذا الشيء تخدم يروح على الجرني نسير راثي ديني سعوه ذوق وعاود غادا كذو وغايد سخم ويغايد يد مثل اذا الى قدنا اذن عقيب اللي الفعيل لما يجي عند الجيران وعارف يفد ابو بكر الصديق رضي الله عنه ميس عبد الرحمن ابن ابي بكر يتفد الجاري الذي قر ويثيد يطف اكن دي فغذا ذاش ناس وثي تسطف راه وش خدمه راه كني الجارينك ناس الفعيل لما ذاك ني غدا وارن ناس مي العيفه ذا روحن العيفه ذا روحن ولكن ذا وارن شحال العيفه ذيك اهث بالك هذا القرني يجي يموثن ولكن الفعيل نسن ما ذي عايثن نسى داريثني ما داريثن نسى داريثني اش موت اخت سدرنا ذكوين العيان كنا غصوضنا الرحمن غيث مثل إذن إلى قناعة جارك جارك ولو جار الجاريك ذا الجاريك غاسي جور أي خطر ماذا قلنا إجور فلك السفرض إيه قص السفرض أهل طرق شيني ماذا قلنا السفرض السفرض سي الجاريك يضريك سيد ربا ذا سيسمح سيد ربي سبحانه وتعالى يفياكي تس الجار إلى قد السفرض وما السفرض سيد ربي غادي يلهذ الشغيس واصبر لحكم ربك فانك باعيننا زي ايت مثلا ادي قال اصبري وينك تفكير اني سقي الزيت هو اللي ولكن ما قيا ما كنصرصد خير الحاجه داو ميكروسكوب داو المجهر ات شويه اني سقلك الدوله ما كنستنى هاك اللهجه قلنا الدوله كاميرا سيرفيونس اللي ذاك كاين شويه غالي اني قدروني ديك صبر حاجه صبر كيف مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم يقرد ذي ثياثة نيك حمية كني سيدي ربي سبحانه وتعالى يون ديك سنذ وين كني صبرني الجاريس يصدر روثي تذوث ولكن الصفر راسي سيدي ربي ارمي ذا سميثي قويس الموت نغي هذا في الهان كيف مثلا
إذن إلى أذن قلب لي نتسافد العباد ونتسافر الجيران ده صح نتسافر ما شاء الله ونتسافر الجيران ولكن ندنا في قذك صبرا إلى ذا الجار وما شاء تصيق لنا أكيان يثمثل إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يصبر راسي ويهودين يسيد سرسوين الرسال أرمي دي سمين دي كشم يثدي كشم غال الإسلام كي يثمثل أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه ذو خميس يسعيون الجاريس ده سكران وثي تشجرك ذ الجذا ذي تعجذ أذي تعجذ ذي قر ضيعوني وأي فتى أضعه ضيعوني وأي فتى أضعه شو تحكي لك دروس مسيح ضيعوني وأي فتى أضعه إنس ضجعنيين وصرنا لنا وضجعان ضجعنيين وصرنا لنا أنا وضجعان وثي تشجر ذي طش عام 12 في تشجر ولكن أبو حنيفة ذا شيء يخدم وثي وثرام وسي لو كان سينا سوف ثي تسيجين رمش تعين ذات سوفغن ولكن وسي أساد شيء سينا يوبس وبس أنا ربيع ذي إمك تسكت جدو شيء سيارة أوسكارني الصوتين إسقسف لسنا الناس ثان قوي الحبس سنو القانون ماذا قلوا السفير ذرا وين كيتسافون الحمد لله دولة القانون لو كانت السفير ذرا زمان في الحبس ولكن أبو حنيفة ماشي على الحبس في أبوه كرد ذك شتفن دقاضي ناس والله هذا حاتي تسفو الناس الأهلي ناس وهذه تسفو يخل ما كون شتاقين الناس لا الناس يساحق الجوار يذي الناس يلقاتي تسفو يروح على الغرس أينك نين إزدقين غاتي خلصي خلصي أبو حنيفة السفر يثيد ويبقي ثيد يسرك فيثيد في الزيل الناس يقوكنا يسرك فيثيد فيرس يمقيث الناس مكيك ني تساقض دقيض انيس القرض ضيعوني واي فتى اضعوا انيس كان تساقض انيس كان انيس الطر مضقعك انيس والله يا امام مضق قاضيه انيس ولكن عهدك ويعاود غد غير وين خدمه عهدك كرث في غرسي ربي يغرد كلمه ذن ابي حنيفه ويتسغي ماذا في الجامع كان يثمثل كان يقيق اذا نخدم تصل عيفه ذيك زنزن الحوارين سنف على جيران الجيران سن شيء مدن إذا نسف ذي المثل قرنك الجار قبل الدار يخل إنسان ذي أي ويتسدر وذي تحمل أي تحمل الأذين الأذن أي مثلا الزر الجيران كما ذكر إلى كريح وجن الرسول صلى الله عليه وسلم يقرد ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع وهو يعلم المؤمن ماشي ذويني كان يروان الجارين سيلوز يعدد يون ورقاز من عباد الله الصالحين يكرت سبحان ذي الظل يفجر يمدي فاضق خامس يولي يثتم طوثة تزين أثزين أفلا ديشارج الديشارج قم كانوا يقصد قام لزور دور مرات تزين أتزكني نتيت دود على المسجد يغير خامس الزوجينس ينيس يغط ويض بعد يمد فارغور خزرت ثنيس ثنيس ثقيق تجارت سنغ يجسد يموت ورقازيس تسعان الرويس دي وجيرن ثنيس السورة نذيت إنس القصد جسوت ذين شن وراوي مرتشن وراويش إنس القصد جسوت حسب ذن قخاميو ويتكلف في السن ورجز جيم إفلس يا فوربين إفلس يا رذربين أكن أيه مثلا إذن الإنسان إذا قد يعقل يعقل بالين الجاري ذا الخصمينك ماذا قلت خلصين ندير سكيك ديفيد زاد سيدي ربي اتصرض ماذا قلنا الى كيت وراض العير ذي نسد تصرض ماشي انت تجسسها في الجيران ذا شنو يخدمن من بعد السنه غانو غير لي سبيون باش نسل ذا شنو يخدمنا سكان دي فوا العبد لا بلاتفورم اللي يحكوا في الاسل اخذ منك اخذ منك اخذ منك ولي جوز داري واش ثاني كتشيني غاد كرض غار غورسن اتروح اتصيح هذ جالسن اتزرع هذا الخير جالسن اثنت فروض اثنت خمض اثنت صيح الاصلاح في ذات البين يحميه سيدي ربي سبحانه وتعالى ماشي ضفضحات في الحظ ولكن كشيني ما بنادم يفغني وفريد ماذا قلت لها في قرد الوقت يسند في ضحيث انت في الحظ يقص عقد بلان أديس الوقت دورك هذا كيف ضحسي ربي في قعر بيتك الجزاء من جنس العمل أكن تخدم ماذا كي تخدم البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت اعمل ما شئت كما تدين وتدان أكيد مثلا الزنزيون 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 خميس يجريثي 8000 دينار الناس وين يغني الناس سبحان الله الناس خميك 4000 دينار كان يكشوها الناس انت كيشوها 8000 دينار الناس لا 4000 دينار ذا الصح الناس ولكن 4000 دينار ذا الجارنينو سعيد بن العاص قلن دينار اي الخير اكثر يخدم هذا كيصبر مثل ذات اكيكس القمانيس اكثر يديفك اقيك غار ورس والسعيد رك وذا شاثة وذا مرة اكس ميكس السعيد بن العاص يقويس 4000 دينار للجارنينس الناس ثان حواج تتفيقيم يحواجها كتسقيم ذا الجارين سبحان الله يثمثل إذن آقل بليم وحسن إلى جارك تكون مؤمنا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره أغجى يا ربي من المؤمنين حق الإيمان أغجى يا ربي من أهل الإحسان للجيران أغجى يا ربي من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.